السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم. نرحب بكم ونشكركم على حضوركم لمحاضرة اليوم بعنوان كيف يمكن أن تقتنص أهم الفرص في السوق بخطة تداول واحدة فقط. طب معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة Equity Global Markets. تأكد منكم بالأول أن الصوت مسموع والصورة واضحة أمام الجميع قبل أن نبدأ بالمحاضرة. نبتدأ بالمحاضرة، كيف يمكن أن تقتنص أهم الفرص بالسوق بخطة تداول واحدة فقط. هدف من هذه المحاضرة هو تبسيط عملية تنظيم التداول، حيث أن عملية التداول نظرا للتعقيدات التي يكتنفها السوق أساسا والتي موجودة في ثنايا حركة الأسواق إجمالا، طبعا ذلك يعطي نوع من الصعوبة على عملية التداول. ماذا سأبيع؟ ماذا سأشتري؟ كيف أقوم بتطبيق الاستراتيجيات التداول بالشكل الصحيح؟ طبعا بدون خطة لن تتمكن من تحقيق ذلك. فما هي خطة التداول أساسا؟ ما المقصود بخطة التداول؟ هي قائمة تضم مجموعة من الخطوات المرتبة. طبعا ترتيب الخطوات هو بهدف تنظيم عملية التداول. طبعا أنت قبل أن تبدأ بعمليات التداول وفتح صفقات وإغلاق صفقات، يجب أن يكون لديك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تلتزم بتطبيقها وتنفيذها حتى تكون هذه الخطة بحد ذاتها بمثابة يعني وسيلة ترشدك إلى كيفية التداول. السبب الرئيسي لوضع خطة التداول مثل ما ذكرنا لأنك بحاجة إلى طريقة لضمان عدم تداولك بناء على انفعالاتك أو عواطفك أو حالتك النفسية أو نظرتك الشخصية الغير علمية مثلا للسوق. إذا لم تضع خطة تداول واضحة وثابتة وتلتزم بها، ستصبح تداولاتك عشوائية، يتحكم السوق بكل صفقاتك، في الغالب يخسرون الذين لا يطبقون خطة معظم أموالهم. خطة التداول من أهم فوائدها ستبعدك أولا عن الصفقات الرديئة، لأنه هي خطة أنه سأقوم بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ومن ثم أبدأ بالتداول. في سياق هذه الخطوات أو هذه الأجزاء من ضمن الخطة، سوف تقوم هذه الخطة بفلترة الأسواق وبفلترة كل الصفقات الموجودة، بالتالي ستبعدك عن الصفقات الرديئة أو الغير مضمونة أو ذات الجودة المنخفضة مقارنة مع المخاطرة الخاصة بها. ستجعلك الخطة قناص للفرص القوية فقط، وتبحث فقط عن تطبيق الفرص الجيدة في السوق. لماذا؟ لأن لديك خطة تداول واضحة، خطة دخول واضحة، خطة خروج آمنة، ولديك أيضا إدارة حساب صارمة وصحيحة. فأنت يعني معليش عدم المؤاخذة راح وصلك لمرحلة أنك أنت ماشين. ولذلك أنا يعني أفضل وأشجع أن يكون عندنا نوع من أتمتة عملية التداول قدر الإمكان. ليس الهدف أنه تجيب expert advisors كتير صعبين ومعقدين وتبدأ تتداول فيهم. في عندي شيء اسمه script advisors، في عندي شيء اسمه التحكم، عبارة عن scripts. هدول بس بيعطوني إجراءات، إشارات للدخول للخروج. الأهم من ذلك أن يكون عندي ما يسمى ب يعني خلينا نقول جدول للعمل لا يتدخل به مشاعر أو عواطف أو آراء شخصية غير مبنية على أسس واضحة من خلال استراتيجيات تداول.
الاستراتيجية يا إخوان هي جزء من خطة التداول. استراتيجيتك، يعني لما نجي نعرف المفاهيم، الاستراتيجية هي جزء من خطة التداول. خطة التداول هي المفهوم الأعم الأشمل، خطة التداول التي يكون فيها مقاييسك الخاصة لإدارة المخاطرة، التي تكون فيها استراتيجيتك للتداول. ممكن تكون استراتيجيتك مبنية على البرايس أكشن، ممكن تكون استراتيجيتك مبنية على إنديكيتورز وكلاسيك تكنيكال أناليسز أو ما يسمى بالتحليل الفني الكلاسيكي. ممكن تكون استراتيجيتك مبنية على خلط ما بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. مهما كانت استراتيجية التداول تبعك، فهي الاستراتيجية اللي بتقلك، الاستراتيجية هي اللي بتقلك ادخل من هذه النقطة واخرج عند هذه النقطة. إدارة المخاطرة هي اللي بتتحكم لك حجم الصفقة كام، كم أتحمل خسارة، هل أتابع بالتداولات أو أوقف التداولات. لما أقوم بجمع إدارة المخاطرة مع استراتيجية التداول، أوكي، أحصل على ما يسمى بخطة التداول طبعا. وهلأ بنتعرف شو رح نضيف عليها كذلك الأمر. لما يكون عندك خطة تداول واضحة أنت مؤمن وملتزم فيها، هذا سيزيد من صفقاتك الرابحة ويقلل من الصفقات الخاسرة، وبالتالي أنت بتصير بميزان التداول بالجهة الرابحة وتخرج من هذه المستنقع تبع الخسارات المتتالية. أنا هون في نقطة بدي لكم إياها، اللي هي خطة التداول واستراتيجية التداول وإدارة المخاطر تقبل في ضمنيتها أنه يكون عندك صفقات خاسرة. يا أخي لا ترتعد، لا تخاف إذا كان في عندي صفقات خاسرة بخطة التداول، ما هي مبنية أصلا على أن تتحمل نسبة مخاطرة وعلى أن تتحمل نسبة خسارة معينة. لا تخلي الموضوع شخصي، يعني أنه عواطفك هي اللي بتتدخل. شفت خسارة مرة اثنين، أنت disappointed، طلعت من الماركت وانتهى. خطة التداول تبعك قالت لك هيك؟ الخطة اللي راح يقول لك ياها رائد، واللي أنت موجودة عندك، واللي سامعها من المحلل الكبير الفلاني أو قارئها من الكتاب الفلاني، مش خطة فاشلة إذا التزمت بتطبيقها بشكل صحيح وأوقفت تدخلاتك المباشرة. النتيجة اللي هي راح هي أغلب ما تكون ردود أفعال وانفعالات وانعكاسات أكثر من أنها تطبيق يعني لقواعد الخطة. مكونات خطة التداول الناجحة: المايند سيت، التحضير الذهني. طبعا بالتحضير الذهني ما تتداول وانت متوتر اساسا او مجهد. لا تتداول مثلها مثل سواقة السيارة. اذا انت متوتر مجهد، انت غير قادر على قراءة البيانات بالشكل الصحيح، غير قادر على قراءة السوق بالشكل الصحيح، فبالتالي نتائجك غير دقيقة او غير صحيحة راح تكون، او نتيجة تحليلك ونتيجة قراءتك للسوق ما راح تكون جيدة. وبالتالي اذا تحرك السوق بشكل، حتى لو كان تطبيقك للصفقة صحيح وانت جاي متوتر وبدك تتابع الصفقة، راح تلاقي حالك انه انت تتدخل بشكل مباشر عند اي حركة عنيفة ممكن تصير بالسوق. حتى لو انت لسه ما ضربت ستوب لوس، بتروح تغلق الصفقة بشكل مباشر انت، تجنبا لمزيد من الخسائر بنظرك انت، او محاولة، او انك تغلق على ربح قليل نسبيا بهدف انه انت تخفف الجهد عن نفسك. اساسا ما تتداول وانت في حالة اجهاد او في حالة توتر او في حالة مزاج عصبي مثلا. ابتعد عن الامور الشخصية اللي لها علاقة فيك وبنفسيتك وبطريقة تعاملك مع الامور. هاي أول وحدة، وحكينا فيها كتير بمحاضرة شخصيات التداول المتداولين، وحكينا فيها أيضا بعملية الأخطاء الشائعة، وحكينا فيها كمان أيضا بعملية بمحاضرة إدارة المخاطرة. فيعني حكينا فيها كتير هذه النقطة، ما رح أخذ منها أو أخذ عندها وقت كبير. إدارة رأس المال اللي هي خلينا نقول في جزء منها money controlling وجزء آخر risk management. في كلا الجزئين أنت مطالب أن تكون من ضمن خطتك
إدارة واضحة لرأس المال. طيب كيف دير رأس المال؟ مثال، يعني إذا كانت قواعدك أو طريقة تداولك الخاصة لقيت أنه أنت بتتحمل 5% كحد أقصى للخسارة في الصفقة الواحدة، وحط كلمة حد أقصى تحطها تحتها 20 سطر. حد أقصى بالصفقة الواحدة لا تتجاوز 5%، لا تتجاوز أن يكون خسارتك بالصفقة الواحدة أكثر من 5%. أعد تقييم حجم الصفقة الخاصة بك حتى يناسب هذا الحد، الحد الأعظمي بالصفقة الواحدة 5%. فإذا كان 5% على سبيل المثال، أوكي، فما معنى إدارة رأس المال بهذه الحالة؟ تعني أن أقصى نسبة خسارة سوف تخسرها بالصفقة الواحدة 5% من حسابك. فإذا كان حسابك على سبيل المثال $1000، وقمت بالدخول شراء أو بيعا بعقد ميني لوت قيمة النقطة فيه $1، قيمة النقطة فيه $1، أقصى وقف خسارة لهذه الصفقة لابد أن يكون وفق الخطة اللي أنت حاطها 50 نقطة. 50 نقطة يعني $50. $50 من أصل $1000 خاصة بك هي تعادل 5%. هذا يعني أن أقصى خسارة سوف تخسرها لهذه الصفقة 5% من حسابك، والذي سوف يصبح بعد الخسارة هذه $950. أنا لا أشجع على 5%، حتى يعني إذا بتتذكروا بمحاضرة إدارة رأس المال قلت لكم خلوها كحد أقصى 3%، لكن حتى تعطيها مجال لبعض المخاطرة أو الحس المتاجر، فممكن ترفعها كحد أقصى 5%. وصدقني أكثر من 5% أنت عم يعني ما عندك خطة تداول صحيحة ولا خطة تداول ناجحة، ولا بل ما عندك إدارة مخاطر سليمة. لأنه أنا بهي 10% مثلا إذا أنت حطيتها للصفقة الواحدة، فيني أخذ two trades على two different products وأكون safe، وممكن أخذها على 3 منتجات وأقلل من الخسارة. يا ريكاردو عم يسأل إنه بتوصل الخسارة 50% وبعدين بترجع بتربح الصفقة. طيب هل هذا تعتبره صحيح؟ هل هذا ممكن يكون صح؟ هل هذا سكيور للتداول؟ أنا بقول لك إياها، هذا بحد ذاته مخاطرة كبيرة فيني اتجنبها بكل سهولة وبكل بساطة. المبدأ هو كيف تحافظ على رأس المال وليس كيف أحافظ على ربح عالي وعلى وتيرة ربح عالي. إذا تعلمت كيف حافظ على رأس المال اللي هو عم بيخولني إني أنا أكون موجود بهذا السوق، فسوف أعيد تقييم الصفقات تبعي. أنت في نقطة مهمة هون، لازم نفصل دائما ما بين إدارة المخاطرة اللي نحن من خلالها، مثلا أنا قلت كل صفقة 5%، 5% من رأس المال، لكن بالتحليل ممكن يطلعوا وقف الخسارة على سبيل المثال 40 نقطة أو 50 نقطة. طيب أنا شو بضطر أني أعمل هون؟ اضطر أن أغير حجم الصفقة اللي أنا بدي أتداول فيها حتى يتناسب على أنه 50 نقطة تبعية الوقف للخسارة تعادل 5% من حسابي، مثل ما المثال اللي أعطيتكم إياه، عنده $1000 فتح صفقة ميني لوت بعيدة $50، خمسين نقطة، لذلك فتحها ميني لوت، لأنه بالميني لوت كل نقطة تعادل $1، لذلك فتحها ميني لوت. ولا كان فتحها شو؟ لو عنده إمكانيات أكبر كان فتحها ون لوت، ستاندر لوت، حجم العقد بيكون 100,000 وحدة، لكن لأنه ما عنده الإمكانية ولأنه راح يكون فيه مخاطرة كبيرة قرر أنه يصغر حجم الصفقة في هذا المثال.
واضحة إدارة رأس المال. طبعا في محاضرة كمان مطولة نحن حكينا فيها فقط عن إدارة المخاطرة برأس إدارة المخاطرة في عملية التداول وكيفية إدارة رأس المال. أدعوكم لحضور هذه المحاضرة، مسجلة ومرفوعة أيضا على اليوتيوب، واسمها القواعد العشرة في إدارة المخاطرة، بإمكانكم الاطلاع عليها. طبعا هذا المكون الثاني. إذا أول مكون حالتك النفسية، ثاني مكون أن يكون عندي خطة إدارة الحساب اللي هي تتمثل ليس فقط بقديش نسبة الخسارة المسموحة بالصفقة الواحدة، كم عدد الصفقات المفتوحة مع بعض، ما هي المنتجات التي أقوم بالتداول عليها في مع بعضها البعض، ما هو عدد الصفقات الخاسرة في الأسبوع في اليوم الواحد في الأسبوع المقبول فيها كعدد صفقات، إذا في شيء غلط لازم أقوم بالتعديل. هذا كله يرتبط بإدارة المخاطرة وإدارة رأس المال، فذكرنا ذلك ووضحناه بالمحاضرة المرفوعة. ننتقل الآن إلى تحديد هدفك من التداول. أنا بعد ما أجبت حطيت معايير الصارمة لإدارة رأس المال وحالتي الذهنية جيدة، هذا الهدف من التداول ما هو المقصود فيه؟ قبل بداية التداول يجب أن تضع لنفسك أهداف وطموحات من المتاجرة. يا أخي أنا هدفي أن أقوم بتحقيق 10 أضعاف رأس المال اللي راح أدخل فيه من خلال عملية التداول، هذا الهدف تبعي، وأبدأ بتطبيق الخطة حتى أقوم بتحقيق هذا الهدف. ممكن يكون يا أخي اطلع فيها لأي مستوى بدك إياه، ممكن نتحدث عن إمكانية أنه يكون ربحك المتوقع من عملية التداول أني أنا أحصل على $100,000 out of $5,000 اللي راح أبدأ فيها. هاي هي الخطة الكبيرة، خلي هدفك كبير وسامي اني انا بدي اوصل الى تحقيق هذا الحلم اللي هو مضاعفة رأس المال 20 ضعف، 20 ضعف الى ان اصل الى الهدف الخاص بي. ومن ثم المايلستونز اللي هي تجزيء الهدف الى مراحل. في واحد فيك تمشي انت لتحقيق هدف واحد بوتيره واحده وما عند غير هالهدف؟ دائما نحن بنعمل بريك داونز لكل الاهداف تبعنا. اذا انت بالصفقه الواحده في عندك تيك بروفيت واحد وتيك بروفيت اثنين وتيك بروفيت ثلاثه، ممكن تجزئ الهدف تبعك الى مراحل، وعند وصولك لكل مرحله تقوم بإغلاق شيء من أرباحك أو إغلاق شيء من الصفقة، أو يعني تأخذ أكشن تغير الستوب لوس، بتجزئ الهدف لمراحل على مستوى الصفقة الواحدة، فما بالك على مستوى عملية التداول ككل. لازم يكون عندك أهداف يومية، أهداف أسبوعية، أهداف شهرية، تحاول أنه تمنتين، ليس بالضرورة أن تصل إله، وإذا ما وصلت له أنا بوقف عملية التداول وما ببلش. نحن نحاول قدر الإمكان أن نحقق الأهداف اليومية والأهداف الأسبوعية لنوصل للهدف تبعنا اللي على المستوى الشهري واللي على المستوى السنوي جراء عملية التداول. طبعا عملية تقسيمك للهدف الكبير إلى أهداف صغيرة أو أصغر بتساعدني على شيء مهم جدا، ساعدني على دراسة مدى جودة خطة التداول تبعي، استراتيجية التداول اللي أنا داخل فيها، المستوى المخاطر اللي أنا عم استخدمه. لما جزء هدفي لمراحل وشوف أنه المراحل كلياتها ما عم حقق الهدف منها، عم حقق 60% 70% من الهدف، إذا أنا لازم أرجع وأشوف شو مشكلتي أنا مع خطة التداول. هل تحتاج الاستراتيجية إلى تعديل؟ هل تحتاج خطة إدارة رأس المال إلى تعديل؟ لازم أعدل وأقوم ببعض التعديلات والإجراءات التي من شأنها to enhance وتحسين أداء خطة التداول. فتحديد الهدف مشان أنك يكون عندك هدف من عمليات التداول. رابعا واللي هو أسلوبك، أسلوب
واستراتيجية التداول. طبعا أنا ما بدي أحكي لك عن الاستراتيجية كاستراتيجية، يعني خلينا نقول هي استراتيجية وحيدة وفقط، لا يمكن استخدامها، لا يمكن استخدام غيرها. خلينا نمشي مع الخطوات مع بعض قبل بداية يوم التداول الخاص بك. أول شيء افتح وبقرأ هالأخبار، اقرا الاخبار الموجوده في السوق، شو اللي عم يحدث فعليا بالسوق. الاخبار اقصد بها مسببات الحركه السعريه، التحليل الاساسي. التحليل الاساسي يعني التي تسبب حركه الاسعار. التحليل الفني يدرس الحركه السعريه نفسها، لكن التحليل الاساسي هو اللي بيقول ليش هذا الحركه صارت، لماذا حدث ارتفاع في اسعار الذهب، لماذا حدث ارتفاع في أسعار الدولار الأمريكي، لماذا ارتفعت أسعار اليورو على سبيل المثال، لماذا انخفض اليورو خلال تعاملات اليوم. لازم تفوت وتقرأ أنه في عنا تصريحات لأحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي صدرت اليوم تقول بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على السياسة التيسيرية التحفيزية لفترة أطول، وبالتالي إذا خرج اليورو بارتفاعاته عن السيطرة سوف يتم التدخل مباشرة للحد من هذه الارتفاعات، وكأنها إشارة إلى أنه ما راح يسمح لليورو بالارتفاعات بشكل أكبر، وهو تصريح لأحد أعضاء المركز الأوروبي. قد لا يكون وجهة نظر المركز الأوروبي ككل، شخص عضو من المركز الأوروبي طلع وصرح هذا الكلام. بعطيكم ملاحظة سريعة، الأمور يتم اتخاذها بناء على شورى أو بناء على تشاور داخل المركزي أو البنوك المركزية، بالتالي كل عضو له صوت إما للتشديد أو للتخفيض أو غير ذلك. فإذا طلع عندي تصريح لأحد الأعضاء لا يعكس أبداً قرار المركز الأوروبي، لكن شو بيعمل بالسوق؟ بالنسبة للمستثمرين يبدأ بخلق نوع من التوجهات ونوع من التحليلات، هل سوف يتشارك مع هذا الشخص عدد أكبر من الأعضاء وبالتالي سوف يكون هذا هو الرأي الأكثر وضوحا في داخل المركز الأوروبي وغير ذلك. شفنا اليورو بدأ يطلع، عرفنا من خلال قراءتنا للأجندة الاقتصادية أولا أنه في عندي تصريح لهذا الشخص سيصدر، ثانيا عندما صدر هذا التصريح عرفت شو محتوى هذا الكلام، لأنه بالسوق هذا البيانات متاحة ومتوفرة للجميع، فهو سوق ذو شفافية عالية. أوكي، شفافية عالية بنسميها هي السوق مباشرة وليست سوق غير مباشر. سوق مباشرة يعني المعلومات متوافرة للجميع وشفافة وبإمكان الجميع الحصول على نفس المعلومات، لأنه مؤتمر صحفي فالجميع راح يعرف بالبيانات التي يقدمها في خطابه هذا العضو. قريت الأخبار، تابعت الأجندة الاقتصادية، نبدأ بجولتنا على المنتجات التي نتابع أدائها وحركتها بشكل منتظم. يعني ممكن يجي لك تريدر، أنا ما بطلع غير يا أخي أكثر تداولاتي هي على الذهب، على اليورو، على الميجر كرنسيز. ممكن واحد تاني يقول لك انا بحب ازواج الكندي وبتابع ازواج الكندي، مو غلط ابدا. فاول شيء راح يساويه راح يبدا بقراءه هذه الازواج، يبدا بالنظر الى مخططاتها السعريه ويبدا برسم مستويات للدعم ومستويات للمقاومه يحدد فيها الحركه الخاصه بهذا المنتج. ممكن يرسم خط اتجاه، ممكن يبحث ويلاحظ انه في عنده تقاطع متوسطات معين، احد المؤشرات يعطيه اشاره واضحه. هون هدفنا ان نحدد مناطق الدعم والمقاومه الرئيسيه على ازواج العملات او على المنتجات التي ننوي التداول عليها. بعد ما قمنا بذلك، الخطوه الثالثه والاهم تحديد ظروف السوق. هل السوق في حركة واضحة أم في تذبذب ونطاق عرضي واسع؟ هل في عندي أحداث كتير كبيرة على الأجندة الاقتصادية فممكن تغير حركة السوق بشكل كبير؟ هل بالتالي في عندي volatility عالية أو تذبذب عالي؟ أم في عندي trendy market، خط اتجاه واضح وعندي نموذج واضح في الأسواق؟ بنشوف نحن أفضل نقاط الدخول دائما بتكون عندما يكون السوق هادئ
ويوجد نظرة مستقبلية، ويوجد لدينا نموذج. سوف أقوم بالإجابة على كل الأسئلة، الأخوة اللي عم يسألونا كل الأسئلة سيتم الإجابة عليها في نهاية المحاضرة. عم بقرأ الأسئلة، إذا لقيتها ريليتد مباشرة عم أجاوب عليها. بعد أن نحدد حالة السوق، تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك. راح نقدم لك اليوم مجموعة، أو خلينا نقول مو مجموعة، أنا راح أكتفي باستراتيجية واحدة أشرح لكم إياها اليوم، لأنه بدي أحاول أبسط لك أنه عملية التداول هي مجموعة هالخطوات اللي أنا عم أقول لك إياها بطريقة سلسة بسيطة سهلة. ما الهدف أنه نعقد العملية؟ طبعاً زيادة المعلومات كثير منيحة تساعدك على وضع خطوات أكثر دقة ولكن أقل عدداً. لاحظ، كل ما كان معرفتك بالسوق أكبر، كل ما كانت خطوات أو أجزاء خطة التداول أقل، وكل ما كان يعني تعقيد عملية التداول أقل بكثير عندما تزداد معرفتك بالسوق. إذا تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك، قلنا راح نحكي اليوم عن واحدة من هذه الاستراتيجيات. تحديد نقطة الدخول، الهدف، وقف الخسارة، حجم الصفقة بما يتوافق مع إدارة رأس المال، وأيضا بما يتوافق مع إدارة المخاطرة. وطبعا لازم تكون الصفقات عندي جودتها عالية. المقصود بالجودة العالية يعني المستهدف، الهدف إما أكبر من وقف الخسارة بمرتين أو بثلاث مرات أو أربع مرات، وكلما كانت اللي بنسميها هذا risk to reward ratio، كل ما كانت نسبتها أعلى باتجاه العائد مقابل الخسارة، تكون جودة الصفقة أفضل وأعلى. وبالتالي يمكن أن أقوم بتنفيذ الصفقة بشكل أسرع دون أن يكون لدينا تخوفات. سادسا، يجب عليك تجربة استراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تجريبي. هاي خلينا نقول سادسا هي خطوة قبل ما تبني لخطة التداول. بتجيب استراتيجية التداول وبتجربها على حساب تجريبي وتشوف أداء هذه الاستراتيجية خلال فترة طويلة. ممكن أنا كنت هنا عم أبالغ شوي، إنه لا تقل عن شهرين. ممكن أنت تتداول فيها وتشوف أدائها إذا كانت استراتيجيتك على المدى القصير، خلال أسبوع أو أسبوعين تتأكد من نجاح هذه الاستراتيجية، لأن استراتيجيتك هي مبنية على التداولات على المدى القصير. وممكن تكون استراتيجيتك تحتاج على المدى المتوسط أو السوينج تريدز، وتحتاج هنا أن تكون صفقاتك متباعدة، وبالتالي تحتاج مدة أطول، ممكن تصل للشهرين حتى تتأكد من جودة هذه الاستراتيجية وتطبقها على أكثر من منتج أو على المنتجات التي تنجح عليها هذه الاستراتيجية. عرفنا شلون تبنيها للاستراتيجية لخطة التداول؟ هاي هي ببساطة. الآن ما بعد إغلاق الصفقة، جيت أغلقت الصفقة أو أغلقت أدائك، أغلقت أداء اليوم، أغلقت أداء الأسبوع، أغلقت أداء الشهر، طيب أنا كيف بدي أقرأ هل حققت الهدف أو لا؟ لازم أبدأ بتسجيل ملاحظاتي عن الصفقات اللي أنا أديتهم. طبعاً ما في داعي أنك تكتب والله أخذت الصفقة الفلانية بالساعة الفلانية، ما هذا أول شيء موجود على منصة التداول وموثق على منصة التداول. ما أطلبه منك هون هو أنك تشوف وتكتب عندك أنه ملاحظات خاصة عن كل منتج أنت تداولت عليه وكيف كانت نظرتك لهذا المنتج. رح ترجع لهم بعدين ورح تشوف أنت تقيم أدائك بناء على الملاحظات المتكررة التي أنت تقوم بوضعها بشكل دوري، هدفها لحتى تعمل ريفيو ومراجعة لأدائك في الفترة القادمة. هي هيك عملية التداول، ما تفكرها انها ضربة زر وربحت وخسرت. اذا ما فكرت بالعقلية اللي انا عم اقول لك اياها او اللي عم حاول اوصل لك اياها،
ما راح تعمل أرباح ولا راح تستمر وجودك بالسوق بفترة طويلة أو بشكل صحيح. وصدقني إذا كنت أنت محظوظ ولو لمدة سنة وأنت الحظ مرافقك، أنا بعرف عالم وعملاء أصلا كانوا يتداولوا بعد أرباح خسارة رأس المال وإيداعات بعد رأس المال أضعاف مضاعفة، ملايين ملايين. طيب الهدف أو الفكرة هون اللي هي منهجية التداول أساسا، أنا ما لازم أوصل لمرحلة أني أنا أخسر من رأس المال أو أخسر رأس المال، في شيء خاطئ بيكون بهي الحالة. ما لازم نوصل لمرحلة أني أنا ينتهي رأس المال تبعي وأخسره بالكامل. حكينا عن هاي الملاحظة أو هاي الجزئية كتير بشخصيات المتداولين وبإدارة المخاطرة. خليني هلأ أنتقل معاكم على استراتيجية التداول اللي حابب أشرح لكم إياها اليوم، حتى يعني نكمل نوعا ما كل ما تحتاجه في خطة التداول. استراتيجية التداول، أول شيء على ماذا يتم تطبيق هذه الاستراتيجية؟ يتم تطبيقها على جميع المنتجات وجميع الأزواج. ما هو الإطار الزمني المفضل لهذه الاستراتيجية؟ هل اللي بيتداولوا على المدى المتوسط والمدى القصير راح ينبسطوا بهذه الاستراتيجية لأنها تناسب مدى زمني 30 دقيقة وساعة، يعني المخطط السعري الشارت التايم فريم الخاص به إما يكون 30 minutes أو hourly chart. ما هي المؤشرات التي نستخدمها؟ حقيقة نستخدم متوسط متحرك 9 اللي هو simple moving average، ومتوسط متحرك 100 متحرك SMA بسيط 100 بيكون لونه أحمر والثاني لونه أزرق لونهم بالألوان اللي بدكم إياهم، ومؤشر الـ RVI أو ما يسمى بالـ Relative Vigor Index. Relative Vigor Index هاي هي المؤشرات التي نحتاجها في هذه الاستراتيجية، بسيطة simple. 2 Moving Average، 1 سريع 1 بطيء. السريع هو 9، البطيء هو 100، وتحت الانديكيتر اللي راح نستخدمه هو الـ RVI. هلأ راح يطبقها معاكم وبنشوف مع بعض كيفية عمل هذه الاستراتيجية. متى تحصل على إشارة الشراء؟ نحصل على إشارة الشراء عندما يكون لدينا تقاطع للمتوسطات. السريع يقطع المتوسط البطيء بالاتجاه الصاعد، يعني مؤشر متوسط 9 يقطع متوسط 100 ويصبح كان دونه أصبح فوقه، وفي نفس اللحظة أو في نفس التوقيت يبدأ مؤشر الـ RVI بالصعود فوق مستويات الصفر، تكون عندي صفقة شراء قوية في هذه الحالة. ماذا يكون الهدف في هذه الاستراتيجية؟ هدفك أن يعود أن يتقاطع مرة أخرى المتوسطين السريع والبطيء مع بعضهم البعض بالاتجاه المعاكس، وبغض النظر ماذا تكون قراءة مؤشر الـ RVI، هل هو فوق الصفر أو دون الصفر. مجرد ما تقاطعت المتوسطات مع بعض نوقف الصفقة. هذه هي الاستراتيجية وهذه هي إشارة الشراء. إشارة البيع هي بالعكس تماما، سوف أقوم بتطبيق ذلك معكم مباشرة على منصة التداول. ما فهمت، رح نعيدها، رح نطبقها بشكل مباشر. إذا أول ما ندخل متوسط بسيط، متوسط بسيط 9 وبنعطيه على سبيل المثال اللون الأزرق، ومن ثم نقوم بإدخال متوسط بسيط 100. Insert indicators trend moving average
وبنقرا هون انه سمبل وبنعدل. طبعا يفضل انه يكون على الكلوز، راح اعدل ايضا هذاك هلا وبنعطيه لون احمر. خليني بس شيل هذا اللون البرتقالي وبنشوف الاستراتيجية مع إضافة الأوسيليتر اللي هو عنا إياه اسمه Relative Vigor Index. شو هو Relative Vigor Index؟ هو عبارة عن مؤشر يقيس نسبة أو النشاط النسبي للأسعار. هو مؤشر يقيس النشاط النسبي للأسعار. حقيقة هو يقيس إغلاق يعني وين الإغلاق، هل هو أقرب للهاي أو أقرب لللو، هل هو أقرب للارتفاع أو أقرب للانخفاض، وبالتالي يساعد على تحديد إذا ما كان هناك نشاط عالي في الحركة السعرية أو قليل. هو مشابه بشكل كبير لمؤشر الستوكاستيك ولكنه أكثر بساطة نوعا ما. هذا المؤشر بنسميه من مؤشرات المومنتوم أو مؤشرات الزخم، وطبعا هذا المؤشر هو يتقلب ما بين مستويات الصفر فوق الصفر ودون الصفر. فمستويات الصفر هي المستويات الفاصلة، بتكون المستويات الفاصلة ما بين اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، أو خلينا نقول مو اتجاه صاعد واتجاه هابط بقدر ما هل هناك حركة سعرية كبيرة أو حركة سعرية منخفضة نسبيا. فأضيفه أمامكم بإعداداته العادية دون أي تغيير بالإعدادات 10، وال RVI style green بيضلوا باللون الأخضر، والسيجنال لاين ستايل بيضل باللون الأحمر، ويظهر لدي المؤشر بهذا الشكل. ممكن أنا أضيف عليه فقط بالليفلز هون وبقول له add مستوى الصفر وبعطيه أوكي okay. بعطيها أوكي okay بهذه الحالة حتى نشوف هل تم التقاطع أم لا. فنلاحظ كان عندي المتوسط البطيء عندي بهاي اللحظة اللون الأحمر، المتوسط السريع هو اللون الأخضر. بدأ التقاطع في هذه اللحظة بالضبط، كان عندي التقاطع. بنشوف أين هو المؤشر ال RVI، هل هو دون مستويات الصفر؟ نعم هو دون مستويات الصفر. إذن لحظة التقاطع هي لحظة التقاطع اللي صارت فيها it's sailing يعني نقطة بيع مناسبة في هذه اللحظة. فممكن أنا أقوم بعملية بيع في هذه اللحظة وإما بغلق الصفقة. بمثل هذه الحالة لم تكن الصفقة ناجحة بشكل كبير، أغلقت تقريبا عند هذا المستوى، ولكن نحن حققنا يعني حركة قوية بالاتجاه الهابط من هذه المستويات نحو مستويات 18-29، يعني حققنا ربح بحوالي 962 إذا كنا فاتحين 1 لوت خلال حوالي 18 ساعة بافتتاحنا لهذه الصفقة. طيب التقاطع صار هون، دخلت بصفقة بيع. خلينا نشوف تقاطع آخر كان موجود. لاحظ هذه اللقطة هون وصار عندي نوع من الدايفرجنس أو الابتعاد. هذه هي الملامسة، هذا التقاطع، أو فيني أقول كمان هذا تقاطع هذه اللحظة. ممكن أنا تحركت بالاتجاه الصاعد بنتيجة تقاطع المتوسطات، وأكد لي يعني الـ RVI هو فقط للتأكيد هل الاتجاه صاعد أم إذا كان الـ RVI دون الصفر والتقاطع حصل لصالح الاتجاه الصاعد لا أدخل بالصفقة. على سبيل المثال نعطيكم مثال هون، لاحظ هون
بس شوف أي مثال في التقاطع بالاتجاه الهابط هبوط. يعني في اللقطة هي اللي بيكون فيها المتوسط السريع اللي لونه أزرق فوق المتوسط البطيء اللي لونه أحمر، هون 109 above 100 moving average، لازم يكون عندي ال RBI فوق مستويات الصفر حتى أفكر بصفقات الشراء. لو كان دون مستويات الصفر هون بهي اللحظة لا أفكر بالشراء، في هذه اللحظة تحديدا لا أفكر بالشراء لأنه RBI هو دون مستويات الصفر. لحتى يطلع ال RBI مرة أخرى فوق مستويات الصفر مجددا أدخل بصفقة أو أفكر بالدخول بصفقة الشراء. لكن بعد تنفيذك للصفقة نتيجة التقاطعات اللي ذكرت لك إياها خلص ما عاد عندي تراجع، ما عاد عندي تراجع حتى تتقاطع المتوسطات مع بعضها البعض. أعطيت أنا نقطة الدخول، عفوا هون نرجع مرة أخرى، نقطة الدخول دخلت من هذه النقطة على وجه التحديد، الـ RVI فوق مستويات الصفر، أبقى مستمر بالصفقة حتى يكون هناك تقاطع عكسي. هذا هو التقاطع العكسي، حدث تماما عند هذه المستويات اللي شايفينها أمامكم. عند هذه المستويات حدث التقاطع العكسي والـ Moving Average 9 اللي هو السريع أصبح دون الـ Moving Average 100 اللي هو البطيء، وبالتالي انعكس الاتجاه. بنشوف، بنرجع بالتاريخ بنشوف أمثلة أكثر وضوحا. لاحظ التقاطع حدث عندي في هذه اللحظة على وجه التحديد هون، هذه التقاطع مع RBI فوق مستويات الصفر دخلت بالصفقة. لاحظ هون ما دخلت بالصفقة لأنه لسه ما صار فوق مستويات الصفر، ما صار فوق مستويات الصفر فعليا، هون صار فوق مستويات الصفر، هون صار في كروس ودخلت بصفقة شراء استهدفت فيها تقاطعات مرة أخرى بالاتجاه الصاعد. فهي صفقة ذات جودة جيدة دوما. طبعا هل بكفي هذول إن اللي بيحددوا لي التيك بروفيت والستوب لوس؟ لا، مستويات الدعم، مستويات المقاومة، وتطبيق الاستراتيجية هو اللي بيخليك تعرف أنت وين تدخل بالصفقة هي وشو هي استهدافاتك. فعلى سبيل المثال إذا دخلت بصفقة بيع عند هذه المستويات فبلا شك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن وقف خسارتك لازم يكون، عفوا صفقة شراء من هذه المستويات من هذه النقطة، فوقف الخسارة إذا كان نقطة الدخول تبعي كانت هون عند الـ 11.56 وقف الخسارة يجب أن يكون عند الـ 11.20. هذا هو مستوى الدعم، لاحظ أنه هو أدنى مستوى كنا عنده تقريبا في الفترة الماضية فهو يمثل مستويات الدعم بالنسبة لإلي. طيب تيك بروفيت وين ممكن يكون؟ ممكن أنت تكون هدفك هون فتم تحقيق الهدف بشكل ممتاز، وممكن انت بهي اللحظة فعلت ما يسمى بـ Trailing Take Profit او وقف الربح المتحرك، وممكن تستمر بالصفقة لاتجاهات كبيرة في مثل هذه الحالة، او على الاقل ممكن تكون وصلتك التيك بروفيت لنقطة اعلى عند هذه المستويات. هذه هي الاستراتيجية، بسيطة سيمبل ما فيها تعقيدات كبيرة. لاحظ نعيد التطبيق على المثال هون، لاحظ انه هون صفقة الشراء كانت، صفقة الشراء كانت عند تقاطع المتوسطين عند النقطة الصفراء اللي على اليسار الأولى، تقاطع المتوسطات بالاتجاه الصاعد، يعني المتوسط السريع اللي بيكون هو أقرب للسعر أصبح فوق المتوسط البطيء، إذا عم بيقول لي إنه في عندك حركة سريعة بالاتجاه الصاعد، يجب أن تفكر بتبني صفقات الشراء. طيب من يؤكد لي الدخول انه يكون عندي الـ RVI هو فوق مستويات الصفر؟ نلاحظ انه الـ RVI فوق مستويات الصفر، المتوسطات تقاطعت، نستمر بالصفقة من النقطة الصفراء هذه وحتى تتقاطع المتوسطات مرة أخرى في النقطة الصفراء الثانية. طبعا لهون أنا نهيت المادة العلمية اللي أنا كنت حابب أقدم لكم إياها اليوم. هل يوجد أي أسئلة أو استفسارات؟